المتحدة، حيث وزع السفير المغربي بالأمم المتحدة مذكرة رسمية يساند فيها رسميا مشروع استقلال منطقة القبائل عن الجزائر. المملكة المغربية لم تكتفي بهذا التصرف، بل رسمت خارطة تظهر فيها الجزائر بدون منطقة القبائل. هذا التصرف الاستفزازي للمغرب دفع بالجزائر إلى الرد بقوة، حيث أصدرت الخارجية بيانا رسميا تندد فيه بالتصرف المغربي وتطالب بتوضيحات رسمية بخصوص موقفها بخصوص هذه الحادثة البالغة الخطورة. الخارجية الجزائرية وصفت الخلجة المغربية بالتصرف المغامر اللامسؤول والتحريضي، والذي من شأنه أن يشكل خطرا على المملكة في حد ذاتها بخصوص الحدود الدولية المعترف بها. الجزائر اعتبرت السلوك المغربي بالمؤامرة التي تستهدف وحدة الأمة الجزائرية، وصنفته ضمن الحملات المغربية المعادية للجزائر. الرد القوي والغاضب للخارجية الجزائرية لم يقتصر على هذا الموقف المخزي للمخزن، بل ذكر بوقوف المملكة المغربية ومساندتها لمجموعة إرهابية معروفة، كما كان عليه الحال خلال العشرية السوداء. في شأن صحي، أعلنت وزارة الصحة